السلام عليكم. يفتح برنامج المساء اليمني منذ اليوم ملفات الحصاد للعام 2017. نبدأ الليلة بالحصاد السياسي لنستعرض أبرز المحطات السياسية خلال العام وتأثيراتها على المشهد في اليمن. وصف العام 2017 أنه عام الإخفاق السياسي في اليمن، أزيل الستار على عام يعد من أحد سنوات الجحيم على اليمنيين. فشلت السياسة والمفاوضات في استرجاع الدولة، والأسوأ من ذلك أن الدولة فشلت أيضا في المناطق المحررة وقدمت أنموذجا سيئا بسبب عوامل داخلية وإقليمية. عدم عودة الحكومة بشكل نهائي إلى العاصمة عدن وممارسة مهامها منها شكل أبرز صور الفشل، ومكن كيانات ما قبل وطنية من السيطرة على الأرض وإعاقة حضور الدولة في المناطق المحررة باستثناء مأرب وحضرموت، واللتان قدمتا أنموذجين إيجابيين إلى حد كبير. في الرابع من ديسمبر أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل حليفها السابق صالح، وفتحت صنعاء على أبواب احتمالات كثيرة يظل أبرزها مفتوحا على وجه الحرب. الحرب التي أنهكت اليمنيين من صعدة إلى عدن ومن المهرة إلى الحديدة، ووضعت البلد أمام أكبر مجاعة إنسانية كما تقول تصريحات الأمم المتحدة. مشاهدينا الكرام، نستعرض وإياكم أبرز المحطات السياسية لهذا العام. ماذا حمل لنا 2017 على المستوى السياسي؟ وبأي حال سيسلمنا للعام القادم؟ مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل بكيري، وسينضم معنا آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الكرام. مرحبا بك في هذه الحلقة التي يعني نقوم في من خلالها بمراجعة الأحداث السياسية خلال عام 2017. قبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يودع اليمنيون 2017 تبخر الحلول السياسية وتعرض المبعوث الأممي لمحاولة اغتيال، تأسيس مجلس انتقالي جنوبي، وطي صفحة صالح وشتات المؤتمر من بعده، وتقارب بين الإصلاح وأبو ظبي. عام مليء بالأحداث ومشهد سياسي بات أكثر تعقيدا. الإخفاق الدولي تجاه الأزمة في اليمن كان سيد الموقف، خصوصا عقب فشل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رغم الجولات لانتشال المشاورات المتعثرة. تأكيدات متابعين أن محاولة اغتيال المبعوث الأممي بصنعاء جاءت بمثابة تحذير أن الرجل لم يعد مرغوبا به، ووجد الرجل نفسه غير قادر على أداء مهامه. في عدن العاصمة السياسية المؤقتة وفي مايو من العام المنصرم، أعلن المحافظ المقال عيدروس الزبيدي عن تشكيل مجلس انتقالي جنوبي. جاء ذلك بعد قرار إقالته وزير الدولة هاني بن بوريك وإحالة الأخير للتحقيق. خلال العام توسع نشاط الحراك المدعوم إماراتيا وطافت قياداته عددا من المحافظات الجنوبية مبشرة به ككيان يمثل الجنوبيين، قبل أن يعلن عن تأسيس جمعية وطنية تشريعية تتألف من 303 أعضاء. في صنعاء يستمر الحوثيون بتضييقهم على المدنيين عبر قرارات اقتصادية، منها رفع أسعار الوقود والضرائب وتعيينات جرفت ما تبقى من مؤسسات الدولة. مضى الحوثيون بتضييق الخناق على شريكهم في الانقلاب والاعتداء على كوادره وممثليه في الحكومة وحزب المؤتمر. وصل الخلاف بين الانقلابين إلى النقطة الحرجة، وانتهى التحالف بتخلص الحوثيين من حليفهم صالح. لم يكن مقتل علي صالح حدثا بارزا على المستوى العام فحسب، بل على مستوى تاريخ اليمن برمته. انفرد الحوثيين بالسيطرة على صنعاء وبقية المحافظات المجاورة لها، ولاحقوا كل قيادات المؤتمر، وتم تصفية العديد منهم والزج بآخرين في السجون. وكما يبدو أن الإمارات فشلت في تهيئة أحمد علي ليقود المؤتمر من بعده، وبات المؤتمر يعاني حالة تشظي وانقسام حاد بين قياداته. حزب الإصلاح الذي تعرض لحملة تنكيل كبيرة داخليا وخارجيا ختم عامه بلقائين بقيادات الرياض وأبو ظبي. شكل هذا عودة لحزب الإصلاح إلى صدارة المشهد السياسي، عام شهد فيه البلد غيابا كليا للرئيس هادي من الأراضي اليمنية وسط أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الرياض، فيما سجلت الشرعية حضورها الأبرز خلال العام في تعز عبر زيارة نائب رئيس الوزراء للمدينة. شهد العام 2017 تصنيف كيانين 11 شخصية داعمة للإرهاب. تطورات الأحداث السياسية لا تمضي بمعزل عن الواقع العسكري والإنساني في بلد يشهد حربا منذ 3 سنوات،
وأزمة إنسانية هي الأقصى في حياة المدنيين. حصاد عام آخر من الأوجاع يعيشه اليمنيون، ويا له من حصاد مر. إذن أستاذ نبيل، يعني سنحاول في هذه الحلقة أن نضع يعني أو نعمل جولة سريعة على أبرز الأحداث بشكل محاور. ربما يعني لن أحداث كثيرة مرت بها اليمن خلال 2017 حلقة يعني ليست بكافية لعمل مراجعة سريعة، ولكن نحاول بذلك. نبدأ بملف لو قلنا استمرار بقاء الرئيس في الرياض أستاذ نبيل أو خارج اليمن. ألا تعتقد أن عدم عودة الرئيس بشكل نهائي والحكومة أيضا يشكل أهم أسباب فشل الحكومة وفي أدائها؟ لا شك أولا أنه يعني عام ميلادي سعيد على اليمنيين وعلى الأمة العربية والعالم جميعا. سؤالك انطوى على إجابة في ضمنه أيضا، أجاب على نفس السؤال بنفس العبارة. غياب الرئيس يمثل أهم نقطة انتصار بالنسبة للانقلاب حتى الآن، هذه الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع ويجب أن نتشربها جيدا. إنه غياب الرئيس هادي وغياب الحكومة المتقطع عن عدن هو يثبت للعالم فشل الشرعية، ويثبت أيضا للعالم إنه سلطة الأمر الواقع هي الموجودة على الأرض وهي التي ينبغي التعامل معها، لولا بعض الخجل الذي يعتري المجتمع الدولي فيما يتعلق بعلاقة الخليج مع المجتمعات الغربية والمجتمع الدولي. وبالتالي يمثل أكبر انتكاسة للشرعية هو غياب هذه الشرعية عن الأرض اليمنية وعن إدارة الملف من الداخل. أنا باعتقادي هذه أكبر نقطة سلبية وأكبر فشل يمكن الحديث حول أنه الإخفاق الرئيسي في الحالة اليمنية خلال 2017، وهو إخفاق أيضا مستمر منذ العام الذي قبله، وإن مثل العام السابق له حضور الرئيس إلى عدن لفترة تعدت أكثر من 3 أو 4 أشهر. لكن نحن الآن عدنا إلى نفس المربع، أنه عام جديد وغياب الحكومة يمثل أهم أبرز تحديات التي تواجه اليمنيين وتواجه المجتمع الدولي، الذي معني في الأساس أن يتعامل مع حكومة موجودة على الأرض، يتعامل مع حكومة معترف بها، لكن هذه الحكومة يجب أن تكون موجودة في الداخل. هذا السبب المركزي والجوهري للفشل، يتمثل أيضا في غياب أي بعد استراتيجي في نظر الشرعية أيضا، كما هو أيضا في نظر التحالف. تغيب الحكومة الشرعية عن عدن هو أيضا هزيمة للتحالف العربي، التحالف العربي الذي أتى لإعادة الشرعية وحد الآن هو من يعرقل عودة الشرعية. نحن أمام تناقض واضح في مسار وعمل التحالف العربي الذي يعمل على هزيمة نفسه بنفس أدواته وسياساته للأسف. إذن أيضا الحل السياسي أستاذ نبيل، يعني اختفى من المشهد تماما، لم يعد هناك أي أحاديث عن مفاوضات ولا طاولات حوار ولا حلول سياسية ولا مقترحات، ربما يعني تصريحات متقطعة وهزيلة تماما لولد الشيخ. يعني ما الذي يمكن فهمه من هذا الشيء؟ في الأدبيات السياسية وفي الواقع السياسي يقال أنه حينما تحضر البندقية تموت السياسة. أذكر أنني كتبت مقال في العربي الجديد في بداية سبتمبر 2014، كان عنوان المقال موت السياسة. كان انطلاقاتي في ذلك المقال وانطلاقات نفس هذه اللحظة لا زالت حاضرة، ولا زالت البندقية هي الحاضر الأبرز في كثير من الجبهات وفي كثير من المحطات وفي كثير من المشهد الميداني في الواقع اليمني. حضرت البندقية كثيرا فغابت السياسة، وبالتالي الحديث عن السياسة الحديث يكون حديث عبثي. السياسة تريد استقرار، تريد ميدان يكون خالي من الإشكاليات والعوائق والعقبات التي تواجه السياسي وتعمل على عرقلة أي توجه سياسي أو أي نظرة سياسية. وبالتالي ما حاصل في الحالة اليمنية، أنا باعتقادي أنه الحديث عن أي تسوية سياسية أو عن أي تناول سياسي فضلا عن الذهاب إلى التسمية السياسية سمى عبث، لأنه في حقيقة الأمر البندقية هي سيادية الموقف، وهي اليوم التي تتناقش وتتحاور وتعمل كل ما بوسعها في أيدي اليمنيين، ومغيب العقل اليمني تماما، سواء على المستوى العقل الرسمي أو العقل حتى الشعبي والاجتماعي والقبلي وما شابه. وبالتالي اليوم الحديث عن تسويات سياسية هو يأتي في إطار أيضا تكريس موت السياسة نفسها. يعني حينما يتم الحديث عن تسويات سياسية
يراد بالتسوية السياسية هي شرعنة هذا الواقع الملغوم بكثير من الإخفاقات والإشكالات، والملغوم أيضا بتناقضاته. حينما يتم الحديث عن تسوية سياسية في إطار يعني توازن للرعب، لا يمكن أن تشتغل السياسة في إطار مجتمع يعيش حالتين متناقضتين تماما، حالة الانقلاب وحالة الشرعية. فمحاولة التسوية السياسية، دمج الشرعية مع الانقلاب في إطار هيكل واحد وفي إطار جسد واحد، هذا سيؤدي إلى تفخيخ المشهد اليمني وتفخيخ المستقبل، لأنه سيؤدي ليس فقط للحلول السياسية، سيؤدي إلى تأجيل أزمات سياسية، وسيؤدي بهذا التأجيل إلى يعني إلى مرحلة العنف. بدل أن يكون العنف هو آخر لحظة في حياة اليمنيين، يجب أن ينطلقوا بعد العنف إلى مرحلة سياسية أكثر أماناً وأكثر استقرار. ستؤدي أي تسوية سياسية تضم هذا الجسم المشوه المكون من الانقلاب بكل سيئاته والشرعية بكل إخفاقاتها، سيؤدي إلى يعني دمج سيئات الطرفين، سيئات الانقلاب وهو سيئة في حد ذاته مع إخفاق الشرعية وارتباكها، وبالتالي سيجتمع النقيضان وستكون هنا الكارثة. أنا باعتقادي المشهد اليمني ما لم يكن هناك حسم عسكري لطرف من هذه الأطراف، وهو طرف الشرعية المعني به بهذا الدعم والمعني بالضوء الأخضر الإقليمي الذي أنا أعتقد أنه على وشك النضوب، كان هناك ضوء أخضر لتسوية الملعب والقضاء على الانقلاب واستعادة الشرعية. لكن للأسف أنا باعتقادي أنه كلما طالت أمد الحرب وطيلان أمد الحرب هنا هو بفعل فاعل، وليس فقط لطبيعة المعركة، ولكن هناك أطراف في التحالف العربي تعمل على إطالة أمد الحرب لإيجاد ثغرات لها وتسوية الملعب السياسي في اليمن، وإعادة بعث قوى غير مرغوبا بها أو بعث قوى تمثل في الواقع السياسي جزء من الثورة وجزء من النظام السابق. نعم، اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث العماني من مسقط. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير لك وللأخ الكريم وللمشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم. أهلا بك وعام سعيد نتمناه لك دكتور عبد الله. ونحن نستعرض هذه الليلة الحصاد السياسي لليمن خلال عام 2017. نود منك أن يعني بمراجعة سريعة أن تقيم لنا العلاقة السياسية بين التحالف والشرعية خلال عام المنصرم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العام المنصرم أو الذي لم يبقى منه إلا شويعات في طريقه إلى الانصرام كان عاما بالغ المرارة، والحصاد مؤلم حقيقة على مستوى يعني المشهد اليمني. التحالف بطبيعة الحال يبدو أنه لم يعد يملك خارطة الطريق الآن، لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد السياسي. فعلى الصعيد العسكري نشهد أن هناك جمودا في العمل النوعي، في العمل العسكري النوعي من قبل التحالف، وهو يكتفي في الأيام الأخيرة بضربات جوية هنا وهناك تسقط على رؤوس المدنيين. فلم يشهد عام 2017 أداء عسكري نوعي من شأنه أن يخلخل ميزان القوى لصالح التحالف، وأن يدفع الحوثيين إلى شيء من يعني التراجع أو القبول بحلول يعني حلول سياسية. على المستوى السياسي كذلك شهد هذا العام سيولة في المبادرات السياسية، ولكنها كلها كانت جعجعة بلا طحين. هناك مبادرات من دول الجوار، مبادرات من المبعوث الأممي، مبادرات من جهات متعددة، ولكن كل هذه المبادرات لم ترقى لواقع الفعل. نعم، هي في النهاية لم تفضي إلى شيء ملموس، يعني بقيت مبادرات نظرية، وكما قلت يعني شهدت قدر من السيولة في هذه المبادرات وفي هذه الحلول السياسية المطروحة، ولكن كلها بغير استثناء كانت ضجيجا يعني سياسيا لم يفرز يعني نتائج عملية. كذلك من الحصاد المر لهذا العام أن مصداقية التحالف الأخلاقي قد تآكلت، إن لم يكن كلها فمعظمها. يعني هذا الهدر العسكري وهذا العدوان، لا أدري ما سببه، ولكن في كل الأحوال هذا العدوان الذي نال المدنيين وحصد أرواح من المدنيين أفقد التحالف هذه المصداقية الأخلاقية. وفي صراع كهذا الصراع يعني السلاح الأخلاقي هو أحد أبرز الأسلحة،
التي كان ينبغي أن يحافظ عليها التحالف، ولكنه للأسف لم يفعل. فالمصداقية الأخلاقية للتحالف تأكلت كثيرا خلال هذا العام بسبب هذه يعني الضربات الغير موجهة والغير منضبطة والتي طالت. نعم، إذن يعني دعني أتوقف معك عند هذه النقطة قليلا دكتور عبد الله. يعني ربما لو قلنا ضربة يعني قاتلة وموجهة ضد المدنيين، تلتها ضربة أخرى ثم ثالثة، يعني ألا يستدعي ذلك وقفة حقيقية لمراجعة هذا الأداء؟ يعقل يعني خلال عام أو ثلاثة أعوام فعلية على الحرب ألا توجد مراجعة لهذا الأداء؟ هذا الذي قلناه في السابق وهذا الذي نقوله الآن، وهذا مثار استغراب كبير جدا. يعني أن للتحالف بحجم الدول المنضوية في إطار التحالف تملك يعني قدرات استخبارية عالية جدا تقع في مثل هذه الخطايا أو في مثل هذه الأخطاء. يعني هذا أمر مثير، كما أنه مثير للغضب الشديد فهو مثير للاستغراب أيضا. يعني هذا عجز استراتيجي كبير، ويعني قلنا مرارا أن على التحالف أن يقف وقفة مراجعة وأن يجري مراجعة شاملة لأدائه الاستخباري وأدائه العسكري. أنا لا أعلم بالضبط يعني ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الانهيار في أداء التحالف على المستوى العسكري، وبالتالي يعني هذا يعني هذه الضربات التي كان ينبغي أن توجه إلى أهداف عسكرية صارت توجه وإلى نعم. لو عدنا لصلب سؤالي دكتور عبد الله، نعم لو عدنا ل يعني ما سألتك عليه، يعني وهي علاقة الشرعية بالتحالف وبطرفي قادة التحالف الإمارات والسعودية، كيف تقيمها؟ نعم، هذه النقطة التالية التي كنت أود أن يعني أشير إليها. التحالف قد أمعن في هذا العام بالذات، قد أمعن في ازدراء الحكومة الشرعية وأمعن في إقصائها وإبعادها، وبحيث أنها أصبحت حكومة عاجزة ليس لها من الأمر شيء. ليس هناك اليوم في ظل تحرير أكثر من 80% من الأرض اليمنية في الجنوب وفي الشرق، ليس هناك ما يبرر بقاء الحكومة خارج اليمن. الأصل أن تعود هذه الحكومة وهي التي تقود المقاومة، هذا لم يحدث. وبالتالي أنا أحسب أن هناك يعني استجدت لدى التحالف أجندات أخرى. التحالف دخل هذه المعركة ودخل هذا الصراع بقصد إقصاء الحوثيين والإطاحة بهم وإعادة الحكومة الشرعية. طيب، نحن اليوم نشهد أكثر من 80% من الأرض اليمنية محررة، فليس هناك مبرر لإبقاء الحكومة الشرعية خارج الأرض اليمنية. إذن يعني هذا ليس له إلا تفسير واحد، وهو أن هناك مشروعا موازيا يقوده التحالف ليس هو المشروع الأصيل. نعم، هذا المشروع الموازي دكتور عبد الله، هل يمكن أن نسقطه على أداء الإمارات في عدن بالذات؟ يعني خلق مجلس انتقالي ودعمه معارض للشرعية، سيطرة الإمارات على كثير من المنافذ البحرية للمناطق الجنوبية، برأيك كل هذه الأفعال ما تأثيرها على نفوذ الشرعية مستقبلا؟ لم يبقى للشرعية في هذه اللحظة أي نفوذ، لا في جنوب اليمن ولا في شرقه. الذي يحدث صحيح أن الإمارات هي التي تقود يعني هذا الحراك، السعي إلى تغيير البنى العسكرية والسياسية وربما القبلية والاجتماعية في الداخل اليمني، ولكن الذي يلام على هذا هو التحالف. الإمارات لا تعمل منفردة وإنما تعمل في إطار هذا التحالف. إذن المساءل أمام الشعب اليمني وأمام المجتمع الدولي وأمام الحكومة الشرعية هو التحالف. فيعني هذا المشروع أنا في تقديري أن هذا المشروع هو مشروع هش، لأنه يجري في لحظة استثنائية، ويعني يجري يعني في إطار هذه المعطيات الهشة. فما أن تتحرر اليمن وتعود الحكومة الشرعية وينتصر الشعب اليمني لخيار الدولة اليمنية وخيار النظام الديمقراطي، فإن كل هذه المواضعات وكل هذه يعني تمظهرات هذا المشروع التي تجري الآن، أنا أتصور أن الشعب اليمني سوف يزيلها تماما. ولكن نحن نتحدث عن هذه اللحظة الراهنة. يعني المساءل كما قلت هو التحالف، وينبغي على التحالف بالنظر إلى كل هذه المقدمات التي ذكرتها، الآن الأزمة اليمنية أمام منعرج خطير جدا، منعرج استراتيجي. فعلى التحالف إن هو أراد فعلا أن يعود إلى رسالته الأصيلة وهي تحرير اليمن من الحوثيين وإعادة اليمن إلى أهله، إن كان يريد ذلك فعليه أن يعيد قراءة
يعني موازين القوى في اليمن، عليه أن يعيد قراءة المشهد اليمني، عليه أن يدرك الأوزان النسبية للقوى السياسية والاجتماعية والقبلية في اليمن، وبالتالي يؤسس لخارطة طريق جديدة يكون قوامها حراك عسكري نوعي، حل سياسي متوافق عليه، دعم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ما لم يفعل التحالف ذلك، أي ما لم يجري هذه المراجعة الشاملة ويستأنف خارطة طريق جديدة، أنا أتصور أن العام القادم 2018 إن لم يكن أسوأ من العام الذي سبق فسيكون بنفس السوء الذي يعني عليه 2017. نعم، إذن دكتور عبد الله، يعني بالنسبة لموازين القوى في اليمن، يعني ربما ختم 2017 أو نهاية يعني في نهايته في الشهر الأخير من بداية الشهر بانهيار تحالف الحوثي والمؤتمر ومقتل صالح، أصبح الحوثي الآن متفردا في المشهد، يعني ما هي انعكاسات ذلك على الحدث؟ بطبيعة الحال أنا قناعتي أن علي عبد الله صالح في السنة الأخيرة، أي في هذه السنة، يعني فقد قوته الجوهرية، فلم يعد يمثل يعني رقبا صعبا في المعادلة السياسية في الداخل، وبالتالي الحوثيون كانوا منفردين بالسلطة على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني، ولعلهم وجدوا أن هذه فرصة صانعة للتخلص من الحضور الرمزي على الأقل على عبد الله صالح. لو كان الرجل يملك قوة استراتيجية مقدرة لما استطاع الحوثيون أن ينقضوا عليه على النحو الذي رأيناه. لكن على المستوى السياسي نعم، أصبح الآن الحوثيون يعني تكرست سيطرتهم على السلطة وتكرس حضورهم الميداني. الحضور الإيراني أو النفوذ الإيراني أيضا تعزز في داخل اليمن. يبدو لي أن الحوثيين الآن بعد مضي أكثر من 3 سنوات على استيلائهم على السلطة عنوة، يبدو لي أنهم في هذه اللحظة التاريخية الحرجة قد اكتفوا بالجائزة الكبرى، والجائزة الكبرى هي صنعاء وما حولها وصولا إلى تخوم تعز. فلم يعد يعنيهم الآن في هذه اللحظة يعني شرق اليمن أو جنوب اليمن، ما داموا مسيطرين على شمال اليمن، أي على المناطق الحيوية في اليمن. وليس هناك، أنا أحسب أن التحالف في هذه اللحظة لم يعد يشكل تهديدا مباشرا، يعني تهديدا وجوديا للحوثيين، وبالتالي هناك حالة ارتياح من قبل الحوثيين في هذه المرحلة. فما لم يعد التحالف نظرته وما لم يعد يعني استئناف العمل العسكري النوعي، أنا أتصور أن الحوثيين سيكتفون بهذا الوضع. وبالتأكيد أن يعني فقدان التحالف للمصداقية الأخلاقية تخدم الحوثيين إلى حد بعيد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث العماني، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني تحدث الأستاذ دكتور عبد الله عن يعني العلاقة بين الشرعية والتحالف، بأن التحالف قام بإقصاء الشرعية وإبعادها وتحويلها إلى عاجزة تماما، ولا يبرر أي شيء عدم عودتها إلى عدن. كيف تقيم أنت هذه العلاقة خلال العام الماضي؟ لا شك أنه أنا أتفق كثيرا مع ما ذكره الدكتور عبد الله الغيلاني، وخاصة فيما يتعلق بنوعية العلاقة القائمة بين التحالف وبين الشرعية اليمنية. هذه العلاقة الإشكالية التي تحدثنا عليها مرارا ومبكرا، وتحدثنا على أنه الشرعية يجب أن تعيد، يعني قبل أكثر من عامين وحين تحدث أنه هناك علاقة غير سوية تربط التحالف العربي بالشرعية اليمنية. هذه العلاقة غير السوية تمثلت بأن الشرعية اليمنية تحولت على هامش المشهد، بعد أن كانت هي يفترض أن تكون هي صلب المشهد السياسي في اليمن، ويمثل التحالف العربي رداء لها ويهامش لهذا التحرك. العكس تماما الذي حصل، تحول التحالف هي المؤثر رقم واحد في المشهد السياسي اليمني، تحولت الشرعية إلى تابع للأسف. كان يفترض في إطار العلاقات السياسية البسيطة والمجردة التي تقوم بين أي حليف وشريكه أنه في ندية في الشراكة، في تكافؤ في هذه الشراكة، في نقاش مشترك يتم حول كثير من الآليات والخطوات اللي تتم. لكن لأنه لا توجد هذه الرؤية المبكرة لدى الشرعية للأسف، أدى بها إلى أن تضمحل قوة الشرعية وتتلاشى إلى أن تصل إلى هامش المشهد السياسي، وبالتالي لم يعد لها وزن على المستوى السياسي، لا على المستوى يعني إلا فيما يتعلق بالاعتراف الظاهري للمجتمع الدولي بها كشرعية أمر واقع أو كشرعية معترف بها. أما فيما يتعلق بإدارة المشهد السياسي، إدارة القرار الداخلي،
أنا باعتقادي أنه السلطة اليمنية أصبحت في هامش المشهد، وهذه من الأسباب التي أدت إلى عدم قدرة الشرعية العودة إلى الداخل أو مناقشة التحالف العربي. ما هي الأسباب التي تعمل على منع عودة رئيس الجمهورية إلى ممارسة كامل صلاحياته في عاصمته المؤقتة؟ أنا باعتقادي هذا السؤال وهذه الحالة التي وصلت إليها الشرعية هي نتيجة طبيعية لتغييب الشرعية لنفسها وذوبان كيان الشرعية ورؤيتها وكل ما تملك في إطار هامش المشهد السياسي التابع للتحالف العربي. وبالتالي جنت الشرعية كل هذه الكوارث التي أدت إلى أن تصبح على هامش المشهد وعلى يعني غير ذي فاعلية تذكر في المشهد السياسي اليمني، لدرجة أنه حتى القرارات التي تصدر هي قرارات تؤتى من طريق عن طريق التحالف العربي اليوم أيضا. يعني أنا باعتقادي ما فيش حاجة ممكن واحد يعني يتحدث عن أسوأ من حاجة أنه رئيس جمهورية مش قادر يعود إلى أرضه، يعني كل شيء بعد ذلك تحصيل حاصل، يعني بناء سلطات موازية، بناء سجون، تعذيب، الاغتيالات، التهميش، إدارة الملف الأمني والعسكري على المستوى الدولي والإقليمي يتم عن طريق التحالف أو عن طريق طرف في التحالف العربي. أين هي هذه الشرعية إذن؟ يعني الناس حينما اليوم مثلا في 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 الحالة الجنوبية التي تعتبر مناطق محررة، الناس اليوم حينما لا تشهد وجود الشرعية وتشهد هذا الانتشار للعنف والفوضى وغياب الخدمات وغياب سلطة الدولة، يعني ستذهب هذه كما في المناطق الشمالية أيضا. يعني الناس يعني عندما تصل إلى مرحلة أن تقارن يعني الناس اللي ضحت واللي خرجت وتحملت، يعني كتعز مثلا على سبيل المثال المدينة التي قدمت التضحيات تلو التضحيات ودمار المدينة الأهل، اليوم حينما تنظر أين ذهبت الشرعية غير حاضر ثلاث سنوات وهذه المدينة تحت الحصار كغيرها من المدن ولا يوجد من يمثل الشرعية في هذه المدينة؟ يعني هناك قوة نشأت أيضا على هامش القوة التي كان يفترض بها أن تكون قوة تمثل الجيش الوطني مثلا بكتائب مثلا بالعباس أو كتائب بالبلاطقة. أنا أقول إنه هذا الانعكاس اليوم، هذا التفتت والتشظي للمشهد الأمني والعسكري هو انعكاس لغياب الشرعية، وذلك تهميش التحالف العربي أو تهميش المجتمع الدولي للشرعية نتيجة طبيعية لا أحد يلام عليها غير هذه الشرعية. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ نبيل أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. وسنعيد بناء اليمن الجديد الذي يضم كل أبنائه. الآن 9 أشهر ما في راتب. اجتاحت ميليشيا الحوثي عددا من قرى المديرية، هجرت ما يزيد عن 190 أسرة. وباء الكرة عاود الانتشار مرة أخرى في مدينة العز. يستمر الجيش الوطني ربما في موقف المتفرج والمترقب حتى اللحظة. سيطرت قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع في مديرية نهم. هذا وقتل صالح على ايدي ميليشيا الحوثي بعد يومين من دعوته. باشرت الفرق الهندسيه التابعه للجيش الوطني نزع شبكات الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المواقع المحرره. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نبيل. استاذ نبيل، عدن عاصمه مؤقته للشرعيه التي ربما لم تستقر فيها، هذا ما تحدثنا عنه، لكن ان يتم تكوين مجلس انتقالي، سيطره اماراتيه شبه كامله على عدن، اعلان جبهه وطنيه، يعني عوده لابن دغر الى عدن، يعني تضمنت ربما تركات لا بأس بها من الخراب والفساد في داخل المدينة. كيف يعني تابعت ملف عدن وما حصل فيه خلال 2017؟ ما حصل في عدن من تشكيل المجلس الانتقالي وتشكيل الجمعية الوطنية، تشكيل منع المحافظ الميليشيات، تشكيل هذه الميليشيات التي تسمى بالحزام الأمني وغيرها من الميليشيات الكثيرة في عدن، هذا كله نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل لغياب الشرعية. هناك فراغ كبير سياسي وأمني واقتصادي وتنموي وإداري، وأبرز ما في هذا الغياب هو غياب الشرعية. كلما تحدثنا قالوا نحن موجودون هناك وأعمالنا موجودة. أنا باعتقادي ما يحصل في الجنوب هو شيء طبيعي جدا، لأن هناك فراغ سياسي، هناك فراغ إداري. هذا الفراغ السياسي والإداري في العلوم السياسية، أي فراغ ينشأ يجب، يعني أي قوة تجد في نفسها ولو تملك حدود أدنى من القوة بسهولة تجد إمكانيا أن تسود هذا الفراغ
وأن تستولي على هذا الفراغ. حينما تموت السياسة تحضر البندقية. هذه القوى السياسية الصاعدة اللي نسميها بالقوى الهامشية والقوى الغير الوطنية، هذه القوى وجدت في وجود في غياب أو كبرت في غياب المشروع الوطني. المشروع الوطني ممثل برؤية والممثل بشرعية معترف بها ومتفق عليها من قبل اليمنيين. ما حصل مثلا في الشمال حينما عادت ميليشيات الحوثي، هي أتت على وجود فراغ، هذا الفراغ كان نسبيا صحيح لكنه فراغ مفخخ بصراعات وثنائيات الصراعات السياسية بين الأحزاب السياسية وبين القوى الوطنية، مما ساعد على تمدد هذه القوى في لحظة ما مع وجود التواطؤ الدولي والإقليمي الذي شاهدناه. في الجنوب اليوم يحصل نفس السيناريو، هناك فراغ، هذا الفراغ أيضا يحصل نتيجة لغياب الشرعية ونتيجة أيضا لتصراعات أجنحة في الشرعية أيضا ونتيجة أيضا لوجود طرف عامل خارجي يعمل على تسهيل مهمة هذه الكيانات الصغيرة لأن تبرز وتتسيد على المشهد السياسي. وبالتالي حينما نأتي يعني من الغباء جدا أن تناقش ظاهرة وتذهب لتناقش النتائج ولا تناقش الأسباب. أنا باعتقادي حلول أي ظاهرة في العلوم السياسية والاجتماعية حتى على مستوى الطب أيضا، الطبيب يذهب إلى حينما يأتي المريض يذهب ليبحث عن الأسباب التي أدت للمرض، لا يعمل على علاج الظاهرة النهائية للمرض. فيما حصل في الجنوب أيضا حلول مشكلة القوى الانفصالية اليوم التي بدأت تشكل هذا الهاجس السياسي والأمني والعسكري للقوى الشرعية هو بالذهاب إلى الأسباب التي أدت لذلك. الأسباب هي غياب الشرعية، الفراغ الأمني والعسكري والإداري هو الذي سبب كل هذا. هذه النقطة وجهة النظر للمحلل السياسي أيضا معنا ينضم عبر الهاتف أحمد جعفان الصبيحي من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. في بداية مايو تقريبا تم إعلان المجلس الانتقالي في عدن، وكان هيكله وخطابه أيضا يدل على أنه كيان انقلاب على الشرعية وأنه هو البديل عنها. بعد شهور خفت صوت هذا المجلس، برأيك ما هي الأسباب التي دعت إلى تشكيل هذا الكيان وأسباب خفوته أيضا؟ أولا تحية لك وضيفك الكريم الأستاذ نبيل البكيري وكل مشاهدين القناة بقيس. حقيقة يعني التطورات التي حدثت مؤخرا يعني في اليمن عموما وفي الجنوب خصوصا انفتح المشهد على أسس ومعطيات جديدة في الواقع، وبالتالي يعني حصل هناك تراجع يعني في شعبية هذا المجلس الانتقالي. قبل هذا كله يعني بالفعل هناك فراغ كبير يعني في المشهد اليمني، لم تقم الشرعية بسد هذا الفراغ رغم تحسن أداء الشرعية مؤخرا في كثير في بعض الملفات ويعني وجود بعض الأدوات لدى الشرعية التي أصبحت يعني تستخدمها في مكانها الصحيح من قرارات مختلفة من حضور في ملفات مهمة جدا كانت متروكة للعبث قبل ذلك. وبالتالي يعني في هذه المساحة التي بدأت تتحرك فيها الشرعية أو بدأت نفسها كقاسم مشترك تلتقي عندها كل الخطوط، وبدأ التحالف أيضا يعي أهمية حضور الشرعية والتعامل معها في مختلف هذه الملفات. لكن رغم ذلك كله هناك فراغ كبير جدا موجود، كانت يعني هذه المكونات المحلية التي يعني لا تعمل حسابا ربما الشرعية وتغرد يعني تمضي في اتجاهات أخرى بعيدة عن الواقع الزمني وملابساته ويعني أولوياته باتجاه يعني التحرير ويعني المثول أمام يعني لمخرجات الحوار الوطني وما إلى ذلك. يعني بالمحصلة نقول أنه يعني الأمور يعني ربما تتحسن، ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني ربما نشهد تطورات في الاتجاه الصحيح في بداية هذا العام. نعم أستاذ أحمد، يجد ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل أن يعني تشكيل المجلس الانتقالي وما يحدث في عدن بشكل عام هو يعني عدم تأثير تواجد رئيس الجمهورية والحكومة أيضا في عدن وممارسة عملهم منها، ما مدى تأثير ذلك برأيك؟
أنا أقول أنه قبل ذلك كله هناك خلل بنيوي أصلا في الدولة اليمنية وفي أيضا الأحزاب السياسية وفي ثقافة المجتمع السياسي بشكل عام والمجتمع العمومي يعني، وهذا الخلل البنيوي يلقي ظله الثقيل على كل الأنشطة والفعاليات السياسية وما شابه ذلك. هذا من حيث المبدأ. أيضا هناك مشكلات كبيرة جدا لدى الشرعية وعدم وجود رؤية متكاملة لما يعني وتصور واضح وكذلك يعني أسس واضحة للشراكة والتي تحكم العلاقة بين التحالف والشرعية. هذا كله سبب كثير من المشكلات، وبالتالي الحكومة يعني تجد نفسها أيضا أمام مساحة معينة تتحرك من خلالها. ويعني حضور بن دغرت شخصي يعني ويعني قدرته على التحرك هنا وهنا كان يعني أعطى في البداية للحكومة والشرعية زخم معين، لكن حينما حصلت بعض المشكلات يعني خاصة في محافظة عدن بين المحافظ محافظة عدن المفلحي وكذلك بن دغر انعكس ذلك، يعني بدأ الناس ينظروا إلى المسألة من زاوية مختلفة، رأوا أنه الشرعية يعني هي أيضا ربما تستفيد من الأزمة على نحو ما وتتقاسم أيضا الخلل المتواجد يعني على المستوى السياسي والاجتماعي والإداري على نحو ما أيضا مع كل الأطراف التي لا ترى يعني حاجة ماسة حاليا في لملمة الأوراق والسير بالاتجاه الصحيح. للأسف يعني نحن نقول ذلك، لكن هذا ما نشاهده على الأقل وما نلحظه نحن كمراقبين وما يلحظوا ايضا الكثير من يعني المراقبين من خارج اليمن. وبالتالي كل ذلك يعني يؤدي في الاخير الى مثل هذه الازمات وتخبط ايضا عدم وجود البوصله الواضحه للحكومه وقاده الحكومه المتواجدون هنا، يعني عدم وضوح البوصله يعني هذا يؤثر كثيرا على المشهد العام ويجد المواطن البسيط نفسه امام تخبط للمسؤولين وتخبط للمكونات السياسية وتخبط لكل الأطر ويعني المؤسسات التي يعني ربما لا تسير باتجاه واحد ولا تعمل على يعني كونها شريكة في بناء الوطن واستعادة عافيته وتأسيس وبناء مؤسساته. وهذه هي المشكلة التي نعانيها اليوم، وبالتالي يعني أصبح يعني الرأي العام يرى هذا التخبط وربما يعني يقتنع يعني يتصور لديه انطباع ان المسائل كثيره غير مدروسه وان هناك حسابات شخصيه وهناك يعني حسابات سياسيه ضيقه وحسابات ايضا منافقيه تحكم يعني تشكل الدافع الرئيسي لحركه هذه المكونات ولحركه كثير من المسؤولين الشرعيه. والحاضر الغايه في كل ذلك هو المشروع الوطني والمؤسسات الدوله والخدمات التي ربما يعني لا تسير باتجاه صحيح، وبدانا يعني نلحظ بعد تحسن الكهرباء هناك نوع من الانقطاعات وما شابه ذلك، وعادت بعض الاساليب والوسائل التي كانت تحدث يعني ايام يعني قبيل مقتل عفاج. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أحمد جعفان صبيحي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، لو انتقلنا إلى ملف تعز، محافظة لا تزال غير محررة بالكامل، لا تزال منسية، لا تزال غير مأخوذة بالحسبان لا من التحالف ولا من الشرعية، وهناك حديث يعني أن تحريرها متوقف على أسباب معينة، هناك تحركات حزبية تتسم بالاحتكاكات ربما خصوصا بين الناصرية والإصلاح داخل المدينة. لو أفردنا يعني مساحة بسيطة لتعز، كيف تابعت حصادها خلال 2017؟ حصادها مر رغم وجود كثير من الإيجابيات في المشهد في تعز. تعز إكسيرها وهوائها هو الدولة والنظام والقانون، وبالتالي من أجل هذا الهواء الذي تنتظره تعز وهي الدولة والنظام والقانون قدمت كثير من التضحيات، تحملت الكثير أيضا من الحصار والكثير من القصف والكثير من المعارك التي دارت في المدينة وفي أطرافها. أنا باعتقادي كان هناك زيارة لافتة لنائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز قباري، أحدثت تلك الزيارة صدى
وردة فعل غير طبيعية في المشهد التعزي بشكل كبير، باعتبار أن الشرعية وصلت إلى تعز وقدمت، أنا باعتقادي يعني في إطار الصراخ الذي يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي حول فوضى أمنية في تعز، أنا باعتقادي أنه مجرد ما وصلت الشرعية انتهت كل حتى هذه الصراخ اللي كان في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس عندهم قابلية وتعطش غير عادي لحضور الشرعية في تعز. تعز لا يمكن أن تعيش بدون الشرعية وخارج الشرعية، وبالتالي هذا الحصاد أنا باعتقادي أنه كان يفترض أن تلتقط مثل هذه الفرصة في أن تحضر الشرعية للبناء أكثر ولتعزيز هذا، لكن أن تأتي زيارة يعني حكومية في ذلك الظرف وتذهب ويذهب كل الوعود التي وعدت بها فيما يتعلق بالرواتب، فيما يتعلق بالقرحة، فيما يتعلق أيضا بدعم المعركة العسكرية واستمرارها، كل هذه الوعود تبخرت وذابت بمجرد رحيل الأستاذ عبد العزيز قباري من تعز. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم أنه جزء كبير جدا من المعركة الوطنية التي تقاد اليوم في هذه اللحظة منوط بها أن تتحرر تعز. تعز لأنه هذه المدينة وسلوكها وسلوك أفرادها ويعني حضور الدولة، النظام، القانون، الجمهورية، الوحدة، هذه مفردات يعني يستنشقها الناس في حياتهم اليومية كما يستنشقون الهواء. وبالتالي تمثل هذه الكتلة السكانية الكبيرة تمثل عمود وحاضنة وعمق وطني كبير للمشروع الوطني، ممثلة بالجمهورية وممثلة بالوحدة وممثلة بحضور الدولة. وبالتالي ما لم يتم إنجاز في هذه المرحلة، إنجاز معركة تعز وإيقاف الصراعات الثنائية التي يتم ترويج لها فيما يتعلق بفيتو إماراتي أو فيتو تحالف حول معركة تعز، أنا باعتقادي هذا منوط بالشرعية لوقف هذه المهزلة الموجودة في هذا الملف. نعم. أخيراً أستاذ نبيل، يعني الموقف الدولي من اليمن ما هي أبرز ملامحه برأيك في 2017؟ اليمن كانت غائبة في المشهد الدولي للأسف، اليمن غابت تماماً، وتحضر اليمن للأسف حضرت مؤخراً في قائمة وفي أجندة الولايات المتحدة الأمريكية كورقة من أوراقات الابتزاز السياسي تبتز بها المملكة العربية السعودية. أنا باعتقادي اليمن تحولت إلى ورقة للابتزاز السياسي في يد الأمريكان، كما هي أيضاً في يد الفرنسيين مؤخراً وبيد الروس. يعني الخليج ينظر إلى الغرب، ينظر الخليج إلى أنه كومة من الدولارات وبحر من المليارات، وبالتالي يستخدمون اليمن ورقة لابتزاز المجتمع الخليجي، والمجتمع الخليجي يوفر هذا الجو أو الحكومات الخليجية توفر هذا النوع من الابتزاز لها، بنظر أنها لم تسعى إلى تحويل المعركة اليمنية إلى معركة يمنية خالصة ودعم اليمنيين لاستعادة دولتهم ومواجهة مصيرهم في المجتمع الدولي ومصيرهم في على المستوى الوطني والمستوى المحلي. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من الحصاد السياسي لعام 2017 في المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.